افضل ظهور الربيع من او من اجمل ظهور الربيع. يا رب الفيديو يعجبكم, اتفرجوا عليه للاخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم قطب عثمان من قناه البستان الاخضر. كل عام حضراتكم بخير. ان شاء الله يا جماعه احنا النهارده هنتكلم على ظهور الربيع. وايه ظهور الربيع بقى؟ هنتكلم النهارده على نبتتين من ظهور الربيع. هنتكلم على نبات اولهم نبات الاسطر زي ما حضراتكم شايفين. ده نبات الاسطر, زهرته جميله جدا, تمام, بيتكاثر بالبذره. على فكره يا جماعه عشان تبقوا عارفين, نبات الاسطر من النباتات الحوليات, حوليه ما بيستحملش درجه الحراره الشديده. مزر زي ما انتم شايفين كده في الربيع, مش بنشربه مثلا, او طريقه الري بتاعته بتبقى يومين او ثلاثه في الاسبوع. طبعا زي ما انتم شايفين الزهور الجميله, زهور الاسطر الربيع من اجمل زهور الربيع, تمام, زي ما انتم شايفين كده. التسميد بتاعه برضو بنحط له الام بي كي, بتحط ام بي كي, تمام. طبعا هو بيحب الشمس, نبات مش مظلم علشان الزهره بتاعته. ليه الوان كتيره جدا, تمام. عندنا اللون ده مثلا, تمام, عندنا اللون برضو الابيض الجميل ده, تمام. ده ان شاء الله بالنسبه لنبات او زهره الاسطر. وزي ما انا قلت ان هو نبات حولي بيتقاصر عن طريق البذره, تمام. المعلومه يعني لو حد سال مثلا يعني ايه نبات حولي, نبات حولي لو دخل عليه مثلا شهر الصيف خلاص بيبدا يتعب, تمام. بيبقى في اصناف تاني جديده من الزهور حابه تنزل, وان شاء الله انا هعرضها لكم. وتعالوا بقى نروح للنبات التاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا طبعا نبات الاسطر, هنتكلم النهارده على النبته الثانيه او الزهره الثانيه اللي هي البتونيا البلدي, تمام. دي البتونيا البلدي, في عندنا انواع من البتونيا كتير, في البتونيا المستورده بس طبعا دي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي, البتونيا البلدي. طبعا هي مميزه جدا جدا بزهرتها الجميله, ونبات برده يا جماعه هو من نبات الحوليات, مش مستديم, تمام, زيه زي الاسطر اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا نبات بيحب الشمس مشمس, طريقه الري 3 ايام في الاسبوع عشان طبعا هندخل على درجه حراره والصيف. والتسميد احنا بنحط الام بي كي. النبات زي ما انا بقول نبات حولي, يعني ليه وقت معين في الازهار, وبعد كده بيبدا ان شاء الله على الربيع يبدا يفتح الزهور بتاعته الجميله. لو في اي معلومات ولا اي حاجه عايزينها على طريق الاسطر او البتونيا تحت امركم. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم, وده طبعا من اجمل زهور الربيع البتونيا البلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا دي من الزهور الجميله الاسطر زي ما انا شرحت عليه في اول الفيديو. طبعا نبتة البتونيا او زهرة البتونيا دي, البتونيا البلدي اللي انا شرحت عليها في اول الفيديو, تمام. أجمل زهور الربيع, بتتكاثر برضه طريقة الاكتثار بتاعتها يا جماعة بالبذرة, الري 3 أيام في الأسبوع.
تمام، تحت امركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.